شيخنا ننتقل للسؤال الأخير، تعليق الصورة سواء لحيوان أو إنسان. بالنسبة للصور إذا كانت مرسومة رسما وكانت باليد، إذا كانت كبيرة لا يحل تعليقها، وإذا كانت مجسمة ذات ظل فهذه أصلا لا يحل اقتناؤها، ولا حتى لا تدخل الملائكة بيتا في صورة. مقصود تمثال. تمثال، وكذلك ما كان كبيرا في كالرسوم في الأوراق أو بالنسيج في فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جعلت عائشة قرامها سترت به سهوة البيت وفيه خيل مجنحة أو فيه صورة رجلين، بين لها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فقسمت القرام وجعلته نصفين فعملت به وسادتين، فلما أصبح موضوعا على الأرض ممتهنا لم ينهى عن ذلك. أما الشيء اليسير الصغير كالماركات التجارية ونحو ذلك فلا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رقما في ثوب، الرقم الشيء الصغير. نعم.